السلام عليكم، ياسر الإدريسي، 19 عام، خالق في 1992 من فاس. الفرق ما بين ياسر الإدريسي الإنسان وياسر الإدريسي الفنان هو أن ياسر الإدريسي الإنسان تحاول دائما يهتم بالدراسة دياله، ودائما تيبغي يبقى قريب للناس اللي تيبغيوه وتيبغيهم. ياسر الإدريسي الإنسان هو واحد الإنسان متواضع وماشي متكبر، وديما الحمد لله غادي يبقى متواضع. أما ياسر الإدريسي الفنان فهو تيحاول عاوتاني يهتم بالمجال الفني ديالو، تيحاول ديما يقدم فن اللي هو يليق بالجمهور واللي هو يلقى إقبال. حرام علي من اخر اعمالي واحد الالبوم دابا نحاول نوجدو قريب ان شاء الله، وواحد الكليب عاوتاني راه قريب ان شاء الله غادي نلوحو في هاد الايامات اللي هو مخوذ من الالبوم، وان شاء الله تنتمنى يكون يلقى اقبال كبير من طرف الجمهور ويعجب الناس اللي المعجبين بيا. كذبتي وقلتي المواضيع اللي دابا انا مركز عليها وهي المواضيع الرومانسيه، لانني اختاريتها وعجبتني ولقات اقبال عند الجمهور، والالبوم ان شاء الله كله مركز الاغلبيه على المواضيع الرومانسيه. نقدر من بعد نختار شي مواضيع اخرى، ما دابا انا مركز على هاد المواضيع بزاف. فين القلب اللي قال بغاني؟ كنت الحب وكنت حياتي.